صبحكم الله بالخير، معكم فهد العنزي من الرياض، الآن بالهند تحديدا فندق تاج محل بومبي، فندق 5 نجوم تقريبا سعره باليوم $250، صراحة فندق متعوب عليه. لابي فندق تاج محل، الأمان جدا ممتاز. نشكر صاحب الحساب على تحت الفرصة لنا، طبعا اللهم صل على محمد. هذا فندق من برا، عملتهم الروبية، 100 ريال تعادل 1800 روبية تقريبا. هذه قلعة باب الهند، طبعا كثير من السواقين واصحاب المحلات تكلموا اللغه العربيه، ما في اي اشكاليه من الموضوع هذا. هذه قلعه، هذا البحر، بس للاسف غير نظيف. طبعا الهند تشتهر بالعود اللي هو البخور. طبعا سياراتهم عكس سياراتنا الدركسون بالنسبة، زي بريطانيا. وشعب الهند شعب مسالم مسكين. صراحة تصميم روعة. أتمنى تغطيتي كانت خفيفة ولطيفة عليكم، سامحونا على القصور، حسابي موجود لأي استفسار.